سلام الله عليكم، هذا واحد الوليد سميتو جمال، ما بغاش يقول لي هو من عايش، مشارك في واحد المسابقة سميتها شكون اللي بغى يولي مليونير، وباقي ليه سؤال واحد ويربح الجائزة الكبرى اللي هي 20 مليون روبية. ولكن جمال الإدارة ديال البرنامج تهموه بالغش في الإجابة على الأسئلة، وجابوه لواحد الكوميسارية يحقوا معاه باش يقر، حيت ما دخلاتش ليهم لراسهم يربح، حيت هو من حي فقير والمستوى الدراسي ديالو نازل بزاف. ومن بعد ليلة ديال العصا باش يقر بدا كيستجوب فيه الكوميسير، وهو كيعاود ليه كيفاش عرف الأجوبة من أول سؤال. في البداية ديال البرنامج جمال من بعد ما عرف راسه بأنه خدام في سونتر دابيل كيوجد أتاي الخدامة، المذيع استهزأ به وهو ما عارفش باللي راه غادي يصدمه في الأخر، والسر كاين في الحياة اللي عاشها جمال. وبداو السؤال الأول، شكون البطل ديال واحد الفيلم هندي مشهور؟ جمال فاش كان صغير كان عنده خوه سميتو سليم، عنده مرحاد عمومي، وواحد النهار جمال داخل تعطل كليان وهو يهرب ليه حيتاش مزير. سليم وهو يتعصب، وواحد اللحظة وهو يبان واحد الممثل هندي مشهور سميتو أميتاب باتشم، سمعها جمال وهو يجمع النوضة، بغى يخرج لقى خوه ساد عليه بكرسي، وهو عزيز عليه هذا الممثل وهز معاه تصويرته وكاع، وبغاه يوقع ليه فيها. شاف تعيا وهو يغطس في لاكريم ومشى قصدهم كرمل باش يسيني ليه، ونيت وصل سينا ليه وخوه سليم مشى باع التصويره وجمال كعا عليه بزاف، والممثل المطلوب في السؤال هو أميتاب باتشن نيت، وهذا علاش جمال جاوب صحيح، وهذا السؤال اصلا ساهل. والسؤال الثاني، واحد تمثال في واحد المتحف هندي مكتوبه فيه واحد العباره اشنو هي؟ وكيف العاده كيعطي ربعة الاحتمالات كأجوبة، وهاد المرة جمال ما عارفش الجواب حيت هو ماشي من الناس اللي كتمشي للمتاحف، فاختار مساعدة من ثلاث مساعدات اللي عنده في اللعبة، واللي هي الاستعان بالجمهور أو الاتصال بصديق أو حذف إجابتين، وهو اختار الاستعان بالجمهور وجاوب صحيح. والسؤال الثالث، أعطاه اسم ديال شي صنم ديال الهندوس وقال لي أجهز في يده، مع العلم أن جمال مسلم، ولكن تفكر فاش كان صغير كانوا الهندوس كيهجموا ديما على القبيله ديالهم معاهم مسلمين، وهي نيت اللحظه اللي ماتت فيها امه وبقى غا هو وخوه وهم يهربوا، غاديين هربانين تلقى ليهم واحد البجغوط لابس الشكل ديال داك الصنم المطلوب في السؤال، وشاف اش هاز في يده وبقى عاقل عليه، وبهذه الطريقه قدر يجاوب على السؤال في المسابقه. ومورا فاش الهندوس شعلوا العافيه في القبيله ديالهم وشردوهم بقى غي هو وخوه سليم، وتبعاتهم واحد الصغيره حتى هي والديها ماتوا بقات غا بوحدها، تخباو في واحد البلايصه وسليم ما خلاش صغيرة تدخل معاهم، وجمال بقات فيه، ولكن سليم معاه هو الكبير كان ديما كيطغى عليه وما خلاش يعيط عليها. تكاو نعسوا جمال وهو يحلم بمو، وفاق عيط على الصغيرة تخبى على الشتا، وجات حداهم وهاد الصغيرة سميتها لاتيكا. وفي السؤال الرابع، اشنو سميت الشاعر اللي كتب واحد الاغنيه مشهوره عندهم في الهند؟ جمال من بعد ما بقى هو وخوه لاتيكا ولاو مشردين وعايشين غير في الزنقه، واحد النهار جا واحد خونا وجمعهم هو وشي وليدات اخرين بحالهم باش غادي يفرقهم يطلبوا في الشوارع، داهم المقر ديالو والوليدات فرحانين، وبالليل جمعهم وقال لهم اللي غنى مزيان ندور معاه، غنى سليم ضحكوا عليه وهو يتضارب معاهم، شافوه قبيح قرروا يكلفوه هو الرئيس ديالهم وهو اللي فرق عليهم المهام، وبداوا الخدمه كيدوروا كيطلبوا وبالليل كيرجعوا للمقر. وواحد الليلة عزلوا واحد باش يغني وواعدوه يدوروا معاه، مع سالة الغناء غيبوه وسليم كيشوف في المنظر وعماوه من عينيه باش يولي ويصيفطوه يطلب على أساس عمى، وقالوا لسليم جيب جمال. سليم تصدم ما فهم والو، أواه غادي يضحي خوه، شاف تعيا مشى كلمو جمال، سمعهم عيطوا عليه فرح، عند بالو غادي يغني ويدوروا معاه، وهما راه باغيين يديروا ليه عاهه حتى هو باش يولي يطلب بها. وهو كيغني سليم هز الكول رشوا على الكارد كور وهربوا ليهم، وخا الظلام والليل قاطع البجاغط ماكينة تناطع، لصقوا في واحد التران ومشاو وخلاو لاتيكا بوحده، والعصابه جاو داوها وجمال وخوه هربوا، وفي الطريق قال لي اش كانوا باغيين يديروا ليه. وهذيك الاغنيه اللي كان كيغني جمال الشاعر اللي كاتبها هو الشاعر المطلوب في السؤال الرابع، وجمال عارفه وبهالطريقه جاوب عاوتاني صحيح. ومن بعد ما هرب هو وخوه بقاو مجلوقين من مدينه لمدينه وكيبيعوا ويشريوا في الترانات، وبقات الحياه غاده على هذا الحال، تطاحوا في المدينه فين كاين تاج محل واللي هو ضريح تبنى في عهد المغول في الهند، وكيتعتبر من الاثار الاسلاميه وجوهره الفن الاسلامي حسب تصنيف اليونسكو. ومع كيكون عامر بالسياح جمال واقف سولاته واحد القاوريه بالغلط، وهي تطيع عليه فكره يدبر على راسه،
وخدم معاهم قيد كيوريهم المكان وكيشرح ليهم، وهو غا كيقدر اصلا هو اول مره كيشوف هاد البلاصه. وشدات ليه لافير ووسع النشاط ديالو وقلبها تصاور ولا معروف هو وخوه تما. وواحد النهار دا شي سياح لواحد البلاصه، رجعوا لقاو الطاكسي مشفورين ليه الرويد، سلخوا مول الطاكسي كيصاحبو معاهم، ومشى فحالو بعد من هاد الخدمه من بعد ما جمع صريفه ومشى كيقلب على لاتيكا. والسؤال الخامس في المسابقه كان ديال من الصوره اللي في الورقه ديال ال 100 دولار امريكي. وجمال فاش كان كيقلب على لاتيكا تلاقى مع الوليد اللي عماولي عينيه العصابه كيطلب، ووقف عليه وعرفوا جمال وسولوا على لاتيكا وقال ليه فين، ودور معاه من الدولار اللي كان كيجمع من عند السياح. الوليد عرفها دولار وهو يضحك معاه، قال ليه عطيتيني الورقه اللي فيها بنجامين فرانكلين. وجمال بقى عاقل على السميه، وهذا علاش جاوب صحيح على السؤال الخامس تاعو. ومن بعد ما نعت ليه مشى جمال هو وخوه للبلاصه فين قال ليه كاينه لاتيكا، وهو يلقى البلاصه بحال المرقص ولاتيكا خدامه فيه. دخلوا عليهم ونوضوا البلباله، وواحد اللحظه وهو يبان مول المرقص خونا اللي كان جامعهم يطلب بهم، وعقل عليهم ومع حالف عليهم يلاه باغي يحكمهم سليم ويجبد الفردي وتيرا فيه قتلو، وخرج لاتيكا وخوه وهرب ومشاو لواحد البلاصه تخباو فيها. وسليم مشى عند واحد رئيس العصابه سميتو جافيد، عدو ديال خونا اللي مات، باش يوفر ليه الحمايه ويخدم معاه. ورجع الضارب مع خوه جمال وجرع عليه وقال ليه خلي معايا لاتيكا، وهددو بالفردي وقال ليه الا ما مشيتيش نضربك بكولت 45 زعما نوع الفردي، وباش ما يقتلوش جات لاتيكا وقالت لي غير سير انا نبقى معاه. ومشى جمال فحالو كمل حياته بوحده. والسؤال السادس في المسابقه كيقول شكون اللي اخترع الفردي، ومن بين الاجوبه اللي عطينو كاين واحد سميتو سامويل كولت. ومع تفكر خوه فاش هددو قال لي كولت 45، وهو يعرف باللي سامويل كولت هو الجواب، وفعلا طلع هو الجواب الصحيح وداز للسؤال السادس. وشويه الكوميسير اللي كيستنطق فيه سولو قال لي انت اصلا كيفاش شاركتي في هذه المسابقه، هو يبدا يعاود لي. جمال مع كان خدام في سونتر دابيل كيف ما ذكرت، واحد النهار خدام كيفرق في اتاي وهو يقول لي واحد خونا ريح ليا في بلاصه تي جوج دقائق، باغي نمشي نقضي واحد الغراض، وهذا الغراض هو انه باغي يدفع في المسابقه ديال المليونير. وهنا فين جمال عرف المسابقه، وفاش كان مريح قدام بيسي قلب على النمره ديال لاتيكا وخوه سليم، وبقى كيجرب تجاوب خوه سليم وعرفوا، وحاول يلقى ليه شي سبب لداكشي اللي وقع، وقال ليه باش يتلاقاو في واحد البلايصه وعطاه العنوان. مشى جمال للبلايصه فين قال ليه خوه، لقاه كيتسناه ولا واحد من الرجال ديال العصابه ديال جافيد، واستقبلو ولكن جمال ضربو حيت حالف عليه، وخا هكاك حن عليه. وسليم حاول يقنعو باش يبرد وينسى. وواحد اللحظه جمال ويسولو على لاتيكا، وهو يقول ليه مشات في حاله شحال هادي، وعطاه السوارد ديال دارو وقال ليه تسناني تما تنجي. ومشى جمال للدار. صباح سليم خرج من الدار وجمال تبعو، وصل لواحد الفيلا كبيره، وهاد الفيلا فيها لاتيكا كبرات. مشى لعند السيكوريتي طلق عليه سكر محلي محطوط على كريمه باش يدخل زعما، ولاتيكا وهي تشوفو. ونيت مول الدار كان دوموندي غساله، جمال طلق على السيكوريتي وقال لي انا هو اللي جاي نغسل المواعن، وهو يخليه يدخل. دخل استقبلاته وشرحات ليه باللي سليم هو اللي جابها لجافيد رئيس العصابه باش يتزوج بها. باقي ما كملوش هضراتهم دخل جافيد، وجمال هو يدير فيها غساله جاي يغسل المواعن. جافيد مع مشغول مع واحد الماتش ديال الكريكيت ما حققش معاه بزاف. وواحد اللحظه جمال قال لاتيكا غادي نبقى نتسناك كل نهار حتى الخمسه د العشيه في واحد المحطه ديال التران باش نهربوا. سالمو للدار الماتش ومع معصب وهو يجري على جمال، ومشى كيتسناها كل نهار في المحطه فين قال ليها. وواحد النهار وهي تبان مع شافها بان لي خوه وصحابو جايين ليها، علمها شافتهم هربات تبعوها، وهو تا هو جاي كيجري قاصدها، وصلوا ليها قبل منه وداوها وفسدوا ليه الخطه. والسؤال اللي قبل الاخر في المسابقه كان شكون هو اللعاب اللي مسجل عدد كبير ديال النقاط في لعبه الكريكيت، ولا جاوب غلط يخسر كل شيء، ولا جاوب صحيح غادي يبقى ليه سؤال واحد على الجائزه الكبرى. ولكن بعد الفاصل ديال البرنامج وخرجوا بوز، وفي المرحاض المذيع بغى يعرف اش تحت راس جمال. جمال قال لي هاد المره والله ما عارف الاجابه، غير سكيت وصافي. المذيع شجعه وملي كان غادي خارج كتب ليه في المرايه بي، يعني الاجابه الثانيه. جمال دخلوا الشك ما عرف واش عاونوا ولا غلطوا. دخلوا مورا البوز يكملوا الحلقه، وجمال باقين عنده جوج مساعدات، حذف اجابتين والاتصال بصادق، وهو يختار حذف الاجابتين، وهما يحيدوا ليه الاولى والثالثه، وخلاو ليه الثانيه اللي كتب ليه في المرايه والرابعه. وبهالطريقه جمال استغل التمويه ديال المذيع في صالحه، بحيث انه فرز الاجابه الثانيه، ومن خلال التصرفات ديال المذيع جمال استنتج باللي المذيع غطلق عليه، وهو اختار العكس داكشي اللي قال لي واختار الاجابه الرابعه، وبالفعل طلعت هي الصحيحه. وبهالطريقه جمال بقى ليه سؤال واحد ويولي مليونير. ولكن اداره البرنامج حبسوا الحلقه وقالوا باللي غيكملوها غدا،
وهما غير ما تسرطاتش ليهم جمال يربح. هي فين عيطوا لي على البوليس بحجة أنه غش، وهي اللحظة اللي بدينا فيها الفيلم. البوليسي كيحقق معاه، سال التحقيق، البوليسي تيق باللي جمال كيقول الحقيقة وما غاش ما والو، وهو يطلق ويمشي في حاله. والواعرة هو أن جمال شارك في المسابقة وما ناويش يربح، بغى غير باش لاتيكا تشوفو وتعرفو فين كاين. والهند كاملة كتهضر على جمال والمسابقة، حيت اليوم الكمالة ديال الحلقة، وتا العصابة وخوه ولاتيكا كلشي كيتفرج. وسليم قال لاتيكا باش تمشي تهرب عند جمال حيت عرفو ما غيستسلمش، ومشات هربات بالطوموبيل. وجمال راجع يكمل المسابقة وكلشي كيتفرج وكيتسنى. وصل البلاطو، بداو الحلقة، ولاتيكا وقفات كتفرج مع الناس في الزنقة. والسؤال الثالث، واحد الكتاب كان سميتو الفرسان الثلاث، وكل فرس كانت عنده سمية، والمطلوب هو اشنو سميت الفرس الثالث. وجمال ما عارفش الجواب، وإلا خسر غادي يرجع آزير، وهو يستعمل المساعدة اللي بقات ليه واللي هي الاتصال بصديق. وهو يعيط على النمرة ديال خوه، وخوه ما كيجاوبش حيت ناسي التليفون ديالو في الطوموبيل اللي عند لاتيكا. وهو في الدوش ما عارف لاش كيوجد، وكل شي كيتسناه يجاوب. لاتيكا فهمات، مشات كتجري جاوبات حتى لاخر لحظة وعرفها شكون، ولكن المشكلة انها ما عارفاش الجواب. خوه اللي عارف الجواب، ولكن قبل ما تقطع قالت ليه ليكون الله. بقى كيفكر وما عارفش الجواب، وكل شي كيتسنى على اعصابه، وإلا جاوب غلط يخسر كل شيء. وهو يقول ليه الإجابة رقم واحد، وعلى ما فهمت أنا فاش قالت ليه ليكن الله، يمكن نعتات ليه الرقم واحد بحيث أن الله واحد أحد ولا أحد سواه. ولو قيل غا أنا تعمقش بزاف، تجاوبوني في التعاليق، حيث فعلا شير على الرقم واحد وطلع هو الجواب الصحيح، وربح جمال الجائزة الكبرى ولا مليونير من بعد ما كان لحنين لرحيم غير الله. أخوه سليم قتل جافيد في الدوش، وجاو رجاله قتلوه تاوه، ولاتيكا تلاقات مع جمال وتزوجه وكملوا حياته. وبعيدا على المسابقة والمعاناة اللي عاش جمال، أجمل رسالة في الفيلم وهي أن العقل قادر يعوض أي نقص عندك إلا عرفتي تستعمله. وهذه الجملة عندها بحر ديال المعاني، صرفها كيف ما بغيتي تعطيك نتيجة زوينة. وهنا غادي تكون سالات القصة ديالنا ديال اليوم. كان معكم محمد الزاهي، لدعم المحتوى المرجو الاشتراك في القناة على اليوتيوب ومتابعة الصفحات على الفيسبوك والإنستغرام. وكيف العادة إلى عجبك ستون علاش لا شي جام وكومنتار. نشوفو.